مساء الخير. يا ترى نقدر نغير العالم ازاي؟ 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 تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع مرة تانية. ايوه يا بي يا بي، انا اللي معايا الادوات يا بي ومعايا الصنعة، انا اللي هقدر اغير الدنيا دي، من غيري مش هتعرفوا تعملوا حاجة. يا فندم ايوه اتحرك اوي اتفضل. طبعا يا فندم، انا العلم، انا التكنولوجيا، المعلومات كلها متسيستمة هنا، وكمان في باك اب على الكمبيوتر حالات محتاج. شرفت يا فندم، اتفضل. شرفت. ايوه فندم، ايوه امر حضرتك، انا اللي اقدر اغير الدنيا والعالم. طبعا الفلوس والغنى لا غنى عنهم اصلا، هما اللي يقدروا يشتروا كل حاجه. انا اقدر اشتري البلد دي كلها واعملها على ميزانية بسيط. لو بس حاولنا نتفق ونتعلم ازاي نشتغل مع بعض بجد ونقبل المناقشه والنقد، ساعتها بس هقولك ان العالم ده ممكن يتغير. الى اللقاء.